مشاهدينا مساء الخير عليكم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حبيبتي مصر. حديث حلقتنا النهارده عن التنميه الشامله في التوعيه الحواريه، وبيشرفنا النهارده يكون معانا الاستاذ الدكتور ياسر شحاته، استاذ اداره الموارد البشريه وخبير التنميه المستدامه بجامعه اكتوبر. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور ياسر. اهلا وسهلا بحضرتك، نورت برنامج حبيبتي مصر، والصحه والجمال. ربنا يخلي حضرتك. سعيد بلقائي بيك وشكرا على هذا الدعوه. في اول اسئله البرنامج عايزين نعرف ايه الفرق ما بين التوعيه الشامله والتوعيه المستدامه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. الاول عشان اتكلم عن التوعيه او الوعي، تمام، امر مهم جدا، ودي قضيه القضايا، ويمكن اكد عليها في اكتر من محفل رسمي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال ان الوعي هي قضيه القضايا. تمام. فالنهارده لما يبقى عندي حاجه اسمها ان انا يحصل عندي حاله من الوعي المجتمعي بدور الدوله وما يدور حول التنميه المستدامه، ده امر غايه في الاهميه. طب ايه الفرق ما بين الاثنين، الشامله او المستدامه؟ ما هو المستدامه او التنميه المستدامه او التنميه التوعويه او الامور اللي زي كده، انا في بتيجي من حاله من الاستدامه المستمره. هو التنميه المستدامه لما ارجع لاصلها، التنميه المستدامه او التوعيه المستدامه دي دايما حضرتك بتكرر كلمه الاستدامه بشكل مستمر. عظيم. اي ان النهارده ان انا بقى يعني تنمية مستدامة تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية. تمام. النهاردة لما حضرتك تبقى موجود في الاستوديو وشكله شيك وحضرتك بتحافظ عليه، سيظل للأجيال القادمة دايم، واللي هيجي بعد حضرتك دايم ومستدام. شاملة، يبقى لازم ان انا اتكلم عن شمولية في كافة المحاور بقى، شمولية في ترسيخ مفهوم الموروث الثقافي والحضاري، شمولية في التأكيد على الهوية العلمية، شمولية في استدامة الدولة في كافة مؤسساتها في كافة محاورها، ان الانسان المصري يعي تماما او يكون على وعي تام بما يدور حوله، بما يحاك بالدولة المصرية، بايه المجهودات اللي بتبذلها الدولة المصرية لتحقيق استدامة على الاجل القصير والاجل الطويل في نفس طيب. الوقت دكتور ياسر، ماذا يجب على الدولة لتحقيق التنمية الشاملة؟ الدولة بالفعل يا فندم، مش ماذا يجب على الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، الدولة بالفعل اشتغلت في النصف الثاني 2014، وكنا بنشتغل بصدد اولا محتاج اعمل تنمية مستدامة شاملة، لان في تنمية مستدامة شاملة، تنمية مستدامة متوازنة. التنمية المستدامة الشاملة اللي بتكلم عنها ان بتشمل الدولة المصرية بكافة قطاعاتها. قيمنا الوضع الراهن، وكنا في العام 2014 او في منتصف عام 2014 النصف الثاني، كانت الدولة المصرية محملة بأعباء كثيرة جدا وتحديات كثيرة وتحديات اكثر. بدأت الدولة محتاجة تعمل تنمية ومحتاجة تتصدى للتحديات، من ضمن هذه التحديات وأخطارها على الإطلاق الإرهاب الدولي المنظم اللي عظيم موجود عندنا في سيناء. صحيح. لكن بدأت الدولة تعمل إيه؟ بدأت الدولة تقيم الوضع الراهن أولا، حضرتك واقف فين ومحتاج تعمل إيه، واللي محتاج تعمله ده هتعمله إزاي. بدأنا بقى بخطط المشروعات التنموية. عظيم. إن الدولة المصرية اشتغلت على 8 محاور رئيسية عشان تصل إلى تنمية مستدامة شاملة زي ما حضرتك ذكرت. النهاردة أو إحنا بدأنا بقى في النصف الثاني 2014، وضعنا الخطة، بدأ يبقى عندي المشروعات القومية اللي حضراتكم شايفينها، ويمكن الذهنية العامة بتشوف إيه اللي بيتم على أرض مصرنا الحبيبة. بدأنا نشتغل على قناة السويس والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة، بدأنا نشتغل على تنمية سيناء وإيه اللي بيدور في سيناء، والنهاردة إيه اللي تم في سيناء، ولكن بالأخص الفترة الحالية بس كان تخطيط يسبقه. واسمح لي يا احمد بيه، اي استراتيجيه قوميه تنتهجها الدوله المصريه بتضيف للاقتصاد القومي قيمه مضافه. عظيم جدا. بدانا نشتغل وبدانا نتحرك، عملنا قناه السويس الجديده والمناطق الصناعيه واللوجستيه الجديده، بدانا نشتغل في تنميه سيناء على المحاور، كافه المحاور، اذا كان بنيه تحتيه ولا اذا كان استثمار ولا اذا كان صناعه ولا اذا كان استثمار في عنصر راس المال البشري. بدانا نتكلم ونشتغل على زراعه المليون ونصف مليون
السودان بدأنا نشتغل على المدن الإدارية الجديدة والمدن المستدامة والمدن الذكية، وبدأنا كمان نشتغل على تطوير العشوائيات والقضاء على العشوائيات وتوفير السكن البديل للسكن الغير آمن. بدأنا كمان نشتغل على محور الكهرباء والطاقة، بدأنا نشتغل على أهمهم لا يقل أهمية عنهم، حزمة مشروعات بناء الإنسان المصري. لو تولينا النهاردة جزء بسيط إيه اللي تم في الكهرباء والطاقة، أقدر أقول لحضرتك إن إحنا كنا بنشتغل داخل خطتنا 2030 اشتغلنا على 3 محاور رئيسية داخل الكهرباء والطاقة فقط. يعني أنا هخص بالطاقة والكهرباء وإيه اللي حصل عشان الذهنية العامة والمشاهدين حضرتك الكرام يشوفهم إيه اللي تم وإيه اللي حصل. اشتغلنا على 3 محاور، بدأنا نستكمل المحطات القديمة بنها والعين السخنة، بدأ يزود لي الطاقة الاستيعابية للكهرباء نحو 5800 ميجاوات كهرباء. بدأنا كمان ويمكن سيادة الرئيس وتم عقد اتفاقية في 2015 لشركة سيمنز الألمانية، وبدأنا نشتغل وعملنا 3 محطات كهرباء جديده، البرولوس وبني سويف والعاصمه الاداريه الجديده. عند حضرتك والنهارده احنا بنتكلم، كنا في 2014 بذكر قصه الضبعه الجديده، محطه الضبعه النوويه من المقرر ان ينتهي العمل بها في الفتره ما بين 2027 ل 2029، وخلي بال حضرتك ان انا عندي تنميه شامله بحلول 2030. بدانا هنا نعمل ايه؟ بدأنا نزود قيمة الطاقة الكهربائية من خلال المحطات القديمة والاستحداث المحطات الجديدة بنحو 12 ضعف ما يولده السد العالي للكهرباء. عظيم. بدأت هنا انطلاقة نحو التنمية المستدامة الشاملة. تمام دكتور ياسر، عندك حلول مؤكدة، وتأكدة على الحوار وكلام حضرتك هنطلع تقرير وفيديو عن الفترة السابقة. منظومة كبيرة وملحمة تغير الواقع وتحقق الأمل، وعلشان نسابق الزمن كان لازم نمد شرايين الحياة في كل شبر من أرض الوطن. طرق وكباري تطوي المسافات، تقربنا لأحلامنا، توصلنا لمستقبلنا. كيلومتر من الطرق الحديثة المزدوجة والمطورة، حارات في كل اتجاه وخدمات لأمننا وأمننا. 248 كوبري ونفق تم تنفيذهم في كل أرجاء مصر. 7 محاور على النيل في شكل رائع وبديع. في آخر كام سنة أنجزنا أكتر من تلت اللي تم إنجازه في 100 سنة. رجعنا بعد التقارير للسادة المشاهدين. دكتور ياسر، تقرير من الفترة السابقة، سؤالي هو ايه رايك في موضوع فكره راس الحكمه لشغل التواصل الاجتماعي ما بين التأييد وما بين الانتقاد الفتره الحاليه؟ طيب الملف ده ملف كبير جدا، عليه اسئله كتير عده من 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 داخل الدوله وخارج الدوله. شوف يا فندم، صفقه راس الحكمه، اولا عايز ااكد على حاجه، ما فيش حاجه اسمها بيع، عشان بس اللغط الدائر ان يقول باع، لا بالظبط. ودي الاشاعه التي اطلقت من بعض المعارضين في قصه ان في بيع واملاك الدوله وسيناريو فاشل. بكل تاكيد ما فيش بيع، ده امر منتهي، ده امر قاطع يعني. لكن انا عايز ااكد على حاجه، هو احنا استثماراتنا المباشره، الاستثمار المباشر الاجنبي في مصر في السنه بيقدر بكام؟ بين 8 ل 11 مليار دولار. ده سنه. أنا النهاردة لما أعقد صفقة 35 مليار دولار، يبقى المعدل اختلف.
طبعا بالفعل كما أطلق عليها دولة رئيس مجلس الوزراء صفقة القرن، بالفعل هي صفقة القرن. ليه بقى؟ لأن أنا عندي أولا عايز أحجم سعر الصرف وسوق الموازية بالنسبة للدولار، مظبوط. في نفس الوقت أن أنا عايز أفتح آفاق جديدة من خلال تشغيل الشباب بتوعنا والاهتمام بغرب، الناس اللي راحت غرب مصر من بداية كده من العالمين وراس وسيدي براني وراس الحكمة المنطقة الغربية بالكامل، المنطقة الغربية ومطروح، هيشوف احنا كنا بننزل من 10 سنين او من 15 سنة في المنطقة دي، اللي كان بينزل يشوف النهاردة الوضع اتغير تماما. انا محتاج احجم قصة التضخم كمان، من هتلاقي حضرتك بتشعر من اول ما اتكلمنا عن عقد هذه الصفقة كان يوم الخميس، عندنا الجمعة والسبت انخفض معدل، ده كانت ضربة قاضية للدولار والسوق السوداء بصفة عامة، وأغلب التجار يعني تقريبا كده تدمير شامل. هو أنا بأكد على هل الموضوع ده هيستدام للانخفاض ليرجع للمستوى السابق اللي هو 40-41 سوق سوداء؟ شوف يا فندم، احنا سعي الدولة المصرية وقصة القصة الاقتصادية في قصة الدولار ان انا محتاج يكون في سعر واحد موجود، ويبقى سعر السوق الموازية بيساوي سعر البنك، يعني سعر موحد رسم. سعر موحد، وده امر مهم جدا 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 بتسعى له الدولة المصرية. تمام. الامر الثاني وده الاهم، ان قصة التضخم وزيادة الاسعار، في حد كان يقول الله ما احنا عملنا الصفقة يوم الخميس، هي الأسعار ما نزلتش ليه؟ ما دي من رابع المستحيلات، انت عامل الصفقة ما كملش يعني. من 30 ل40 يوم يبدأ الأسعار تنزل يا فندم، من 30 ل40 يوم تبدأ الأسعار تنزل يا فندم. وده خبر جميل جدا بالنسبة للشعب عامة، في قصة ان في انخفاض مستمر، انخفاض مستمر وسيستمر. القصة الثانية ومهم، ان النهاردة في الدولة بتعلن التخارج، وقصة التخارج ده أمر غاية في الأهمية، وإسناد الأمر بقى أو إدخال القطاع الخاص بشكل كبير جدا يدخل ويشتغل في المشروعات التنموية، وده يمكن كان مطلب تنمية القطاع الخاص، سواء كان للمستثمر الأجنبي أو للمصري، مهم جدا. فهل الدعوة الدولة هتدعم تمام القطاع الخاص من داخل المستثمرين المصريين ام المستثمر الاجنبي فقط؟ لغير الاثنين يا فندم، كلاهما وبامر بشكل قاطع، يعني الاثنين طبعا. المستثمر الاجنبي تذليل كافه العقبات، والمستثمر الوطني نفس الموضوع، وهتلاقي حضرتك كنا في عقد الصفقه الناس المستثمرين المصريين ورجال الاعمال المصريين اللي موجودين وحضرتك شفتهم على مرأة ومسمع، كل المواطنين او الذهنيه العامه او المشاهدين. أنا بتكلم الاستفادة هنا بشكل يعني أكثر دقة، إن أنا هخفض سعر الدولار، إن أنا هخفض الأسعار، إن أنا هعمل عملية التخارج وإشراك أو إدخال القطاع الخاص بشكل كبير، إن أنا النهاردة هقلل مستوى البطالة أو وهوفر فرص عمل موجودة كتير طبعاً داخل هذا الأمر. هذه الصفقة بالفعل هي صفقة القرن للدولة المصرية، وأنا عايز أقول إنجاز التعبير طوق النجاة لحاجات كتير جدا. بيع لا مفيش كلام ده خالص تماما، ولكن في حاجة اسمها استثمارات أجنبية مباشرة بدأت النهاردة. دكتور ياسر، خليني أنتهز هذا الفرصة في منظومة البريكس، وكان لها دور رئيسي في تخفيض قيمة الدولار. فأنا عندي ملفين، ملف إن الاستثمار كمضخة، إن أنا هقتل السوق السوداء وأمشي على قاعدة، وعندي منظومة البريكس، وتم انضمام مصر لمنظومة البريكس عشان خاطر يبقى فيه تداول تجاري ما بين بعض الدول اللي هم 5 دول. شوف يا فندم، احنا التبادل التجاري والبريكس وده ليه دور كبير في الدولار والسوق الموازيه. اكيد، لان هو احنا عايزين نعمل ايه، او مجموعه البريكس محتاجه تعمل ايه، وهدفها الاساسي ان خلاص يعني القطب الاوحد في الاقتصاد الظاهره دي تنتهي.
فالنهارده لما يبقى عندي احنا استفادتنا ايه، احنا كمصريين كدوله مصريه استفادتها ايه، التبادل التجاري زي ما حضرتك اشرت بقى، الخمس دول اللي موجودين داخل منظومه البريكس او اتفاقيه البريكس او البريكس، هنا لو بيبقى في عندنا تبادل تجاري صادرات وواردات، وحضرتك عندك فجوه في الميزان التجاري كانت في نهايه 2018 تقدر ب 45 مليار دولار، يعني انا بستورد اكتر ما بصدر. مزبوط. كانت الدوله المصريه عليها عبء كبير. وانا فاكر في مطلع 2019 اجتمع السيد الرئيس مع دوله رئيس مجلس الوزراء مع الساده اعضاء المجلس التصديري في مصر والثمان قطاعات الصناعيه المسؤوله عن 95% من صادرات الدوله و 85% من الواردات. بدا يمكن توجيهات السيد الرئيس ل 2023 ان انا 28.4 مليار دولار وارداتنا يزيد بمقدار 55 مليار دولار بحلول 2023. النهارده هتلاقي يمكن في الحلقه كمية أرقام وكمية مؤشرات بتقول إن الدولة المصرية صاحبة توجهات أي استراتيجية، ويمكن أشرت. لكن في حاجة تانية أنا بتكلم فيها. فضل. الدولة النهاردة بتشرك القطاع الخاص، ولكن بإيه؟ باستراتيجية الدولة. الدولة بترسم استراتيجية والقطاع الخاص بينفذ، وبدأنا نشتغل وهو شريك أصيل. القطاع الخاص شريك اصيل في 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 هذه المنظومه وهذا والمعركه التنمويه. وفي نفس الوقت باكد بقى من خلال منبر حضرتك ان البطل الحقيقي لمعركه البناء والتنميه والرخاء على ارض مصرنا الحبيبه هو المواطن المصري. عظيم جدا. هو صاحب الملحمه، هو القادر على العطاء. ليه؟ قادر على العطاء بالوعي، ان يبقى حتى اي شائعه بتحدث. ويمكن من خلال منبر حضرتك أنا بحيي مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لأن الشائعة بتبقى بتثار بيبدأ على طول يرد عليها بيكذبها وبيبدأ يتكلم على الصحيح. هنا رسخت يعني أكدت على مفاهيم صحيحة وصححت مفاهيم مغلوطة. ده من أهم معارك الوعي. وفي نفس الوقت الرقابة الإدارية المصرية القادرة على تحجيم فرص الفساد. أنا النهاردة لما حجم فرص الفساد، لما يبقى عندي شفافية، لما يبقى عندي مصداقية، بيبدأ عندي حالة من تحجيم فرص الفساد، بالتالي بزود الاستثمارات المباشرة. عظيم. والاستثمارات الأجنبية. ويمكن عندنا على ما أتذكر في نهاية بقى 2019 الحلقة هتلاقيها نهاية 2018 نهاية 2019 مطلع 2019 نصف الثاني 2014، كل تاريخ من هذه التواريخ بيشير إلى أمور عديدة للدولة المصرية من خلال مجهوداتها. إيه اللي حصل في نهاية 2019؟ كان عندي هنا الرقابة الإدارية عندنا مؤتمر خاص بمكافحة الفساد، وأشار مسؤول البنك الدولي للحوكمة، رئيسة البنك الدولي للحوكمة، رئيس البنك، أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي الـ AI الـ Artificial Intelligence مع لما الدولة تستخدمه بيقلل فرص الفساد وبيزود الشفافية وبيزود أو بيرفع نسبة المصداقية لدى الدولة. واستشهدت ببتسوان وبتجربة بتسوان عملت هذا الأمر. إحنا كمان ردينا عليها في الرقابة الإدارية في نفس المؤتمر، والرقابة الإدارية أشارت إن إحنا عندنا ساينس هاب. ساينس هاب ده حاجة غريبة. 2 مليار فرد على مستوى العالم سيفقدون عملهم بعد 7 سنوات من الآن. بعد 32 عام من الآن سيندثر الشكل الصناعي تماما للقرن العشرين والحادي والعشرين. الله. بعد 7 سنين أو أقل من 7 سنين 2 مليار فرد على مستوى العالم سيفقدون عملهم. طب نسبة الدولة المصرية من الذين سيفقدون عملهم كام؟ طب أنا إيه السبب؟ السبب إن أنا عندي تحول رقمي، السبب إن أنا عندي ذكاء اصطناعي، ده يمكن أقوى صورة من صور التحول الرقمي. التحول الرقمي والتكنولوجي هي اللي بتزود لي الإنتاجية، لأن أنا عندي بعدين في منتهى الأهمية بيهموا التنمية. بعدين بيهموا التنمية، أولا تراكم رأس المال سواء داخلي أو خارجي، وفي نفس الوقت أنا محتاج أزود معدل الإنتاجية، لأن الإنتاج هو كلمة السحر.
كلمة السر في أي اقتصاد قومي. عايز أعمل عملية الماتشنج، عايز أعمل عملية التكامل، التكامل بينهم اللي هيزود لي الإنتاجية، إن أنا أشتغل على التكنولوجي، وده من أهم محاور التنمية الشاملة اللي بصدد حلقتنا النهارده. عظيم جدا. دكتور ياسر، خليني أختنم برضو هذه الفرصة وأرجع لحوار رأس الحكمة، الاستفادة وحق الانتفاع من ضمن العمالة المصرية ومن ضمن الدورة الاقتصادية ومن ضمن استفادة المواطن، ما العائد على المواطن في هذا الأمر خلاف انخفاض الدولار؟ شوف يا فندم، هو الاستثمارات الأجنبية النهاردة لما يبقى عندي الصفقة ب 35 مليار دولار وتحددت وتجزأت 15 و5 وخلاف، بيروح فين؟ ده بيعود زيادة في خزينة الدولة. لما تعود زيادة أو إيرادات الدولة لما بتزيد، هنا بتستطيع الدولة أن تفي بالتزاماتها نحو المواطن، بيرجع له في صور إيه؟ في صور تعليم، في صور صحة. عظيم. كل هذه الأمور بيتم استغلالها استغلال الأمثل عائدة على الدولة، ومن ثم تعود على المواطن في صور خدمات. ده أمر أنا بحيي حضرتك، ولكن بعض من الفئة من الشعب ليس مدرك بالعائد بتاعها، ان جاله بطريقه غير مباشره. ما هتجيله بطريقه غير مباشره النهارده لما حضرتك بتشوف، يمكن التقرير كان بيتكلم على النقل الذكي والطرق والكباري والاستثمارات احنا لما جت لنا ازمه كورونا يا فندم، كان عندنا بعد ازمه كورونا على طول كنا بنتكلم على ايه القطاع اللي زاد وايه القطاع اللي اتاثر. القطاع الصحي كان متاثر جدا بكورونا. القطاع اللي استفاد من ازمه كورونا ممكن يكون قطاع الاغذيه، لان كنا قاعدين في البيت وكنا بناكل، فهنا زاد القطاع الاغذيه. لكن القطاع الصحي اتاثر، القطاع السياحي تاثر، كل ده كان بيدير عائد للدوله المصريه من خلال ايراداتها، بالتالي بترجع للمواطن في صوره خدمات. وعلى فكره في حاجه، الدوله المصريه بابنائها المخلصين، بدا مصر النهارده عنده وعي او من الوعي ما نستطيع ان يقف بجوار الدوله المصريه، لان القياده السياسيه مش هتشتغل لوحدها. طيب، توجيه رساله دكتور ياسر، ما دور الفرد في الحفاظ على موارد الدولة؟ وده بينقسم لجزئين، تمام، وأرجو في خلال دقيقة. تمام، لي شخص بيقبل النصيحة وشخص مهما تنصح فيه لا يستجيب. شوف يا فندم، النهاردة الذهنية العامة من خلال حتى منبر الإعلام، من خلال القوى الناعمة للدولة المصرية، من خلال القيادة السياسية، من خلال الجامعات، من خلال كل المؤسسات، الأزهر والكنيسة وكل مؤسسات الدولة، من خلال الوعي. لا، النهاردة بقت الدولة المصرية والوطنيين المصريين والمحبين للدولة المصرية على قدر كبير من الوعي اللي يجعله يكون داخل منظومة العمل التنموي الحقيقي. صحيح. اللي مغرضين بقى واللي مصر قبل التحديات كتير، لكن هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم قليلة اللي ممكن تكون، يعني هي مش عايزة تصدق نفسها ومش عايزة تصدق ان في طفل. على فكرة في تحديات كبيرة للعالم كله، عندنا أزمة كوفيد 19، عندنا الصراع العسكري الروسي الأوكراني وسلاسل التوريد والقصة بتاعتنا اللي دار. الدولة المصرية بتشتغل على منظومة اقتصاد يستطيع أن يمتص الأزمات. ولكن النهاردة هل تتخيل حضرتك لو إحنا ما اشتغلناش على مبادرة 100 مليون صحة؟ صحيح. ودخلنا في كوفيد 19 كان ممكن، وهو بيستهدف الكبار السن والأمراض المزمنة. فالخلاصة أن الدولة المصرية، مصر جميلة بحلول 2030 بحضراتكم وأبنائنا القادمين كتحقيق تنمية مستدامة حقيقية. أنا سعيد جدا على اللقاء بيك وعلى المعلومات التي أفدتنا بها وأفدت السادة المشاهدين. مشاهدينا أعزاء، أراكم في حلقة قادمة إن شاء الله.